خلاص يا برنس كسبنا بوتروجيت 2-0 بعد طلوع الروح وجايلك يا غريمي يوم 21 عندنا انا وانت طلعه. خلاص يا برنس الاهلي والزمالك الاتنين هيقابلوا بعض في نهائي كاس مصر يوم 21/7. يا غريمي مستنيك. يلا بقى نتكلم على الماتش النهارده يا برنس. احنا كسبنا بوتروجيت 2-0 بطلوع الروح وربنا، يعني يا برنس ماتش كان فيه كميه ملل ما اقولكش. احنا جبنا الجون الاول في الدقيقه 7 من قفشه بجون عالمي، وبعد كده ما شفناش حاجه اصلا طول الماتش. وبعد كده تيجي ضربه جزاء لبوتروجيت والشناوي يتالق ويصدها. الحمد لله على السلامه يا شنو. وجرى ايه يا محمد يا شريف؟ انت مش ناوي تفوق من الغيبوبه ديت؟ ده في كوره يا برنس ضيعها ببطن رجله، المفروض المهاجم يحطها. يعني هنجيب مين يحط الكوره دي؟ نجيب ياسر ابراهيم يعني هو اللي يحط الجون ده يعني، ولا ايه يا محمد يا شريف؟ ولا حسين الشحات ده اللي خلاص جاب للضغط والسكر رقص الفريق كله ويروح ويعدي ويجيبها كده ويجيبها كده، وفي الاخر شاط الكوره بره، واساسا الكوره كانت اوف سايد الحمد لله عشان دمنا ما كانش يتحرق على الكوره ديت. ويا عبد المنعم يا اخويا الجون الجامد ده حته بالراس كده بتفكرنا بايام في لافيو. الاهلي النهارده يا برنس كان مستحوذ بنسبه 70% وشوطنا على الجون 10 شوطات، اما بوتروجيت كان مستحوذ ب 30% وشوط على الجون 4 شوطات. احنا على الاقل الماتش ده كنا خلصوا 5. انا اكتر حاجه يا برنس كانت بتضايقني لما الكوره كانت بتيجي مع حمدي فتحي او ياسر ابراهيم او السوليه، ونيجي نلعب الكوره قدام ما كناش بنلاقي حد غير محمد شريف. فين بقى حسين الشحات؟ فين صلاح محسن؟ فين قفشه؟ فين الناس ديت؟ ده محمد شريف كان لوحده وسط اربع مدافعين بتوع بتروجيت. الاهلي افتقد في الماتش ده يا برنس في النواحي الهجوميه، ما شفناش لعيبه كتير غير في اخر 10 دقايق في الماتش شفنا لعيبه النادي الاهلي ابتدت تهاجم على بتروجيت، اما غير كده طول الماتش احنا كنا متراجعين جوه الدفاع وبتروجيت عمال تلعب علينا كوره، وكان الواحد حاطط ايده على قلبه وربنا. ولكن الحمد لله جاي لك يا غريمي 21 استناني. وبرضه يا برنس مش عاوزك تحكم على ريكاردو، ان ريكاردو من المدربين الكويسين جدا ومبين عليه من شغله. هتقول لي ازاي باين عليه من شغله انت شفت حاجه؟ اقول لك يا برنس الراجل ده واقف طول الماتش معاه ورقه وقلم عمال يكتب عيوب اللعيبه والمميزات عند اللعيبه في الماتش، وعمال يتكلم عن مع كل لعيب ازاي يتحرك وازاي يعمل. انا عاوز اقول لك على حاجه يا برنس وخليك فاكرها، الراجل ده هيتطور بشكل كبير جدا في لعيبه النادي الاهلي. والايام بيني وبينك يا برنس